حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اليوم مع عالم جديد من أعلام الهدى. الإنسان في الحياة قد يكون صالحا في نفسه وهذا خير، أما أن يكون صالحا ومصلحا فهذا خير كبير. وهناك أناس والعياذ بالله في الجانب الآخر قال فيهم رب العباد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني هو ليس شرا في نفسه وإنما هو شره يتعدى، يعني شره يتعدى إلى الآخرين فيعلمهم من سوءه. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم سبحان الله يعني عبارة عن يعني منبع خير، عبارة عن مضخة خير، عبارة عن بستان مليء بالثمار النافعة وبالزهور الفواحة وبالخضرة اليانعة وبالجو الطيب وبالنسيم المعطر ويعني وبالأكسجين الذي يعني ينفث في النفوس الهزيلة فتصير قوية والقلوب السقيمة فتصير سليمة بفضل الله عز وجل. يعني اليوم معنا رجل قد لا يكون أخذ أو لا يعرفه كثير من أبنائنا وبناتنا، ووددت أن أعرف الأحفاد على الأجداد، يعني أرجو أن يكون هذا البرنامج أعمل به همزة وصل ما بين الأحفاد مع أجدادهم، لأننا إذا افتقدنا سيرة أجدادنا وفقدناها ولم ندرسهم ولم ندرسهم ولم نعرفهم ولم نتعرف عليهم يعني المصيبة تكون كبيرة. هناك قبيلة اسمها قبيلة الدوس، هذه القبيلة نشأ فيها ونبغ فيها شاعر كان يسمى الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهذا بطلنا اليوم وضيفنا الليلة والصحابي الجليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا لا يهنئون، لا تهنئ القبيلة القبيلة او لا تهنئ القبيلة نفسها او بعضها الا اذا انتجت فرس، يعني فرسة تلد الفرس يعني عشان الحرب، او نبوغ شاعر، لان الشاعر ده كان بالنسبة للقبيلة هي وزارة الاعلام، وزارة اعلام مؤثرة، يعني هذا زهير لما كان في قبيلة اسمها بنو عبد مدان او بنو انف الناقة، وكان بنو انف الناقة دول رجال طوال الاجساد، اجسادهم طويلة، فكان يعني عندما يسأل الرجل من اين الرجل يقول من بني عبد مدان ويمد يرفع بها صوت على من باب الفخر يعني. فذهب اليهم حسان في الجاهلية فلم يكرموه، لم يكرموا يعني زهير بن ابي سلمى ابو كعب بن زهير. كعب كان صحابيا لكن زهير ابوه صاحب المعلقة المشهورة مات قبل الاسلام. المهم لم يكرموه، فلما لم يكرموه قال فيهم كلاما بيت شعر. هم كانوا يعني بيفخروا بين العرب بطولهم وضخامة اجسادهم، قال لا بأس للقوم في القوم من طول ومن قصر جسم البغال واحلام العصافير. فكان الواحد منهم يعني اذا قيل له من اين الرجل لا يقول من بني عبد مناف، يقول من بني انف الناقة. فظلوا بهذا البيت يعني يشعرون بضعفهم وبانهم يعني قليل المستوى. فاجتمع يعني عظماء القوم وكبارهم ولا بد ان ناتي بالشعر ونكرمه، فجابوا واكرموه واعطوه 100 ناقة. فقال فيهم بيت شعر يعني يعيد اليهم كيانهم، يقول هم الانف، هم اسمهم بنو انف الناقة، هم الانف والاذناب غيرهم ومن يسوي بانف الناقة الذنبة. فكان المهم يعني الشاهد في الموضوع ان الشاعر كان له اثر عجيب
في البيئة العربية، وكانت سوق عكاظ هي سوق تعج بالشعراء ويجلس في قبته الحمراء النابغة والخنساء ويحكم ما بين الشعراء بعضهم مع بعض وينقدوا النقد الأدبي، يعني زي ملتقى ثقافي. يعني أين هذه يعني في بلاد عربية؟ أنا أرى الحمد لله بدأت يعني، وهذه أمور طيبة أن يكون من أبنائنا شعراء وأدباء وينصرون دين الله وينصرون العروبة وينصرون اللغة العربية وينصرون القيم والمبادئ والمثل، هذا شيء طيب. ضيفنا الليلة الطفيل بن عمرو نشأ شاعرا في قبيلته دوس، اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان يذهب إلى سوق عكاظ يشارك في المساجلات الشعرية، وكان شاعرا يعني مقوالا مصقعا، يعني شاعر له كيانه يعني. ف يعني نزل مرة في بداية الدعوة الإسلامية، بدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر، فخافت قريش أن الطفيل بن عمرو لو سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واقتنع به وأسلم تصير كارثة. ليه؟ لأنه ده شاعر هينشر بشعره المبادئ والقيم والمثل والدين الذي أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول ما جلسوا معه قعدوا إيه يخوفوه، قالوا خلي بالك في رجل هنا يدعي النبوة وهو ساحر وكاهن وكذا ومسحور وإلى أخوه، يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الابن وأبيه فقال فذهبت فعرفته، فغدوت إلى الكعبة حشوت أذني كرسفا، شيء كده زي القطن يعني أو الكتان، حط قطن كده حتى لا يسمع شيئا، فوجدته قائما يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه سبحان الله، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقرأ، فسمعت كلاما حسنا، هو يحكي عن نفسه، وقلت في نفسي يعني واثق لأمي معقول، والله إني لرجل لبيب شاعر لا يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسن قبلته وإن كان قبيحا رفضته. مكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته، مشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته، فدخلت وراء، قلت له يا محمد إن قومك قد حدثوني عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفوني يعني من أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ولكن الله شاء أن أسمع، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك، أعرض علي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عرض أمره على الطفيل بن عمرو وتلا عليه من القرآن، فدخل الطفيل في الإسلام. الله أكبر، الطفيل بن عمرو دخل الإسلام بفضل الله. قلت يا رسول الله إن امرئ مطاع، أنا إنسان لي حيثية في قومي، الناس يسمعوني، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله لي أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. أنا عايز بس إثبات يعني يقولوا أن الرجل صادق فيما إيه أنقل لهم الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية. فسبحان الله، فخرجت إلى يعني ثنية من ثنايا الجبال وهو ماشي يعني، يعني تطلعني على الحضر يعني مرتفعة عشان ينظر لي، فوجدت نورا بين عيني مثل المصباح. يعني ايه؟ يعني خرج له نور كأن في مصباح خارج من وجهه ما بين عينين سبحان الله، يعني هنا عند العدسة اللي بين الحاجبين سبحان الله. فقلت اخشى ان يظن انها مثله لفراق دينه، فيعني يا خبر ده لو كده يعني النور يضيء من وجهي، هم يقولوا بس انت عشان لانك غادرت دين ابائك واجدادك الى دين محمد، فشوف يعني مثل الله بك ووضع فيك هذه الايه يعني. فدعوت الله فنقلها في راس صوتي، الصوت اللي ماسكه يعني يحرك به الجمل او غيره، صوت الجلد هذا
يعني سبحان الله جعله في طرف صوته بحيث ان هو يبقى ماسك الصوت يبقى فيه مصباح يضيء له بالليل. سبحان الله يتراءون ذلك النور كالقنديل المعلق، كانه سبحان الله العظيم كانه هو ماشي بالليل كانه ماسك ايه قنديل في يده. فلما نزلت اليهم اتاني ابي وكان شيخا كبيرا، قلت اليك عني يا ابتي فلست منك ولست مني. قال ولم يا بني؟ قال يعني هو سيدنا الطفيل يحكي يعني قال لقد اسلمت. المفاجأة ابوه قال فديني دينك. سبحان الله ما دام انت اسلمت وانت عاقر رشيد يبقى اذا الكلام صح. فاسلم ابوه. ثم اتتني صاحبتي اللي من زوجته. والله العرب اللغة العربية جميلة، لغة جميلة. يقول عن زوجتي صاحبته. سبحان الله من منا يصاحب زوجته؟ يعني سبحان الله. يعني يوم يفر المرء من ايه يعني يفر من كل من يمت له بالصلة، ومن ضمنهم ايه صاحبته هذه. فالاسلام جميل، اللغة جميلة في ان يسمي الزوجة صاحبة. فلما لا نصاحب زوجاتنا وتصاحبنا زوجاتنا على الكتاب والسنة وعلى الخير. سبحان الله. فلما سمعت مني قالت اليس من شر من ذي الشراء؟ ذي الشراء ده اله كانت صنم بتعبده. قال انا ضامن لك لن يؤذيك. فبفضل الله هذا الله صاحب زوجته ايه وسبحان الله واسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني الطفيل رضي الله عنه ظل في قومه يدعوهم الى رب العباد سبحانه وتعالى، وبدا الناس ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم القلوب ويفتح لهم الاذان ويدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ومن كرم الله عز وجل يعني كان يكلم الناس عن طهر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اماناته وعن عشيرته وبفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني كان يصبر عليهم ويذهب الى الرسول ويشكو اليهم ان كثيرا منهم لم يدخل الاسلام بعد، ولكن يقول يا رسول الله ان دوسا غلبتني في الزنا والربا والعياذ بالله، يعني منحرف وعندهم انحراف، فادعوا الله ان يهلكهم. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في مفاجاه اذهلت الطفيل ان يرفع الرسول يديه الى السماء، اللهم اهد دوسا وات به المسلمين. الله التفت الى الطفيل وقال ارجع الى قومك فادعهم وارفق بهم. مهم جدا ارفق بهم. لماذا لا نرفق نحن بابنائنا وبناتنا وجيراننا وزملائنا في العمل والناس اللي نراهم احنا نراهم على معصية ممكن يكون معاصينا اكبر؟ يعني بالله عليك انت ترى انسان يعني يشرب مسكرا، نسأل الله ان يعافينا واياه ان شاء الله، فانت لا تعب عليه، انت ربما هذا لو تاب تاب الله عليك. طب انت انظر في قلبك، اليس في قلبك من حقد وحسد وضغينة وكبر وعجب وتيه وخيلاء وفخر وانا ولي وعندي مش كل ده موجود في القلب؟ طب يا اخي صلح اللي في قلبك الاول، يعني لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. ما في انسان يعيب على انسان في ذنب الا وابتلى به، فلا داعي لان تعيب. اسال الله. شوف الناس مبتلى ومعافى، الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء. بدل عندك نعمة العافية والحمد لله، الحمد لله الذي ما جعلني أدخن، الحمد لله الذي جعلني أصلي، الحمد لله الذي جعلني ما أتعاطى المسكر، الحمد لله الذي أبعدني عن مال الربا، وهكذا. فرب العباد عز وجل جعل الناس معافى ومبتلى، احمد الله على العافية وارحم أهل البلاء. قول يا رب اهديه. لذلك الحسن البصري وجد وهو ماشي في يوم العيد على شاطئ الفرات، فوجد شباب راكبين في مركب وبعدين يرقصوا يطبلوا يزمروا سبحان الله. فقال المريدون، والمريدين دايما بيكونوا يعني اصلب من الاستاذ او اصعب شويه الرفق يعني بعيد عنهم شويه، فقالوا ادعوا عليهم يا شيخ. فرفع اليه الى السماء قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم بالجنه يوم القيامه يا رب العالمين. الله فرحهم بالجنه. انت تكسب ايه لما تدعو على الناس؟ يا اخي لو لقيت ظالم ادعو له بالهدايه، اللهم اهديه فيمن هديت واهدنا معه يا رب العالمين. يعني ألسنا في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت؟ فالهدايه مهمه، وان ندعو للناس بظهر الغيب الدعاء ان شاء الله مستجاب. هكذا قال له يا طفيل
اذهب الى قومك وادعهم وارفق بهم، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. سبحان الله. وال يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وقعت غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق. كان الرسول في فتح خيبر واذا بموكب حافل كبير فيه 80 اسره من دوس اقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مهللين مكبرين، وجلس واحد منهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ النبي من بايعتهم جلس الطفيل بن عمرو مع نفسه يسترجع مع نفسه هذه الذكريات ويتامل خطاه على الطريق. تذكر اول مره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ان يقول له ادعو الله ان يهلك دوسا، فاذا بالرسول يبتهل بدعاء اخر، اللهم اهدي دوسا وات بهم مسلمين، وهدى الله دوسا للخير الكبير. ولذلك نذكر ابا موسى الاشعري رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري كان مره قال انا لاكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اين، لما سال عن النبي وجدوا في حائط بني فلان، قالوا ده قاعد في الجنينه بستان لبني فلان. قال اتاذن لي ان اكون بوابا لك اليوم؟ قال كن ابا موسى ولكن اعلمني بمن ياتي، اللي يجي اعطيني خبر. فقال جلست امام الباب، فكان يوم شديد الرياح، فكان تاتي الرمال في عيني، فقال فدخلت داخل الباب واغلقته وجلست. طرق الباب طارق، قلت ليته يكون اخي. من؟ قال ابو بكر. ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته قد جلس على حافة البئر وقد دل رجليه فيها. قال من؟ قلت انه ابو بكر يا رسول الله. قال ادخله وبشره بالجنة. عدت، طرق الباب طارق، قلت ليته يكون اخي. من؟ قال عمر بن الخطاب. قلت انتظر، انه عمر يا رسول الله. قال ادخله وبشره بالجنة. دخل عمر فوجد ابا بكر على يمين الرسول وقد دل رجليه، وعلي وعمر جلس على يساره وادلى ودل رجليه في البئر. بعد هنيه طرق الباب طارق، قلت ليته يكون اخي. من؟ قال عثمان بن عفان. قلت انه عثمان يا رسول الله. قال ادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه. فجاء عثمان فوجد ابا بكر على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر على يساره، فجلس قبلتهم ودل رجليه في البئر. ابو موسى الاشعري يبدو استشعر الخير، يعني ابو بكر له الجنه وعمر له الجنه وعثمان بشر بالجنه. قال فجئت فجلست عن يمين عثمان، فنظر النبي الي وقال، شوف الكلام، رحم الله الاشعريين، ليس ابا موسى وحده وانما كل قبيله الايه الاشعريين، كل قبيله ابي موسى، رحم الله الاشعريين، كانوا اذا حزبتهم الحاجه او قل قوت عيالهم جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسويه، فانا منهم وهم مني. الله، فرفع الاشعريين النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه عاليه، انا منهم وهم مني، كما راينا في حلقه سابقه سلمان منا ال البيت. ايه العظمه دي كلها؟ فاذا الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله انه يختار نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الاسلام هؤلاء المؤمنين الصادقين. فالطفيل ابن عمرو رضي الله عنه وشارك في فتح مكة طبعا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يهدم هذه الأصنام التي يعني كانوا يعني يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وكان دوس نفسها لها صنم تعبده من دون الله عز وجل، ويعني استأذنه الطفيل أن يذهب ليحرق هذا الصنم وكان اسمه ذي الكفين. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأوقد الطفيل النار وزادها ضراما، ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. فسبحان الله العظيم، يعني أحرق هذا الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية، وعاش الطفيل إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى راضيا عن هذا الإنسان العظيم.
ولما نشبت حروب الردة وشمر أبو بكر عن سعد الجد في قضية حرب المرتدين مسيلمة وسجاح والأسود العنسي، وذهب الطفيل مع المقاتلين في حرب اليمامة وأخذ معه عمرو ابن الطفيل، وكان في بداية المعركة يوصي ابنه أن يقاتل جيش يعني مسيلمة الكذاب يعني قتال من يريد الشهادة. حتى مسيلمة لما جمع قواده يقول لماذا ينتصرون علينا، قال له يا مسيلمة كل واحد منا يتمنى أن يموت أخوه قبله، ونحن نقاتل قوما كل واحد يتمنى أن يموت قبل أخيه. سبحان الله. وهو يعني سبحان الله العظيم رأى للطفيل أنه كأنه في أنه في طائر خرج من فمه، فلقيته امرأة فأدخلته هذا الطائر يعني داخلها، ف يعني اولها او اول هذه الرؤية ان رأسه المحلوق هذه ان تقطع الرأس، والطائر انها روحه، والمرأة التي ادخلته في داخلها انما هي الارض التي ايه التي يموت ويدفن، لانها ايه امنا الارض، هذه الام الكبيرة سبحان الله. ورضوان الله عليه يعني الصحابة جميعا يعني من استشهد منهم ترك الأثر العجيب، ومن لم يستشهد منهم يعني سبحان الله العظيم وكأنه يعني يترك لنا يعني زعور، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عمرو بن الطفيل ابنه أيضا خرج في موقعة اليرموك ورزق الشهادة، وكان سبحان الله العظيم يمد يده وهو يستشهد هكذا كأنما يعني كأن يريد أحد أن يأخذ بيده، وكأنما يصافح يد أبيه الذي سبقه إلى الجنة. طبعا نحن نعلم أن بعد معركة أجنادين اللي وقعت أحداثها في 27 من جمادة الأولى سنة 13 هجرية الموافق 30 من أغسطس سنة 643 ميلادية، المسلمين بفضل الله كانت الفتوحات من نصر إلى نصر والنصر إلى نصر، ودخلت فتحت حمص وفتحت دمشق وفتحت البلقاء والأردن أجزاء من فلسطين، فكان لم يكن أمام هرقل إمبراطور الروم سوى أن يحشد الجيوش اللي عنده لمعركة فاصلة يريد أن يمحو دولة الإسلام من أمامه. بدأ يجهز المعركة بنفسه، وأنه يقود الـ يعني القيادة وأن تتقدم الجيش الروم من أنطاكيا إلى جنوب الشام، والقوات الإسلامية بعد فتح حمص وفي السنة الرابعة من الرابعة عشر من الهجرة كان موجود أبو عبيدة بن الجراح موجود في حمص، وخالد بن الوليد كان موجود في دمشق، وشرحبيل بن حسنة كان مقيم في الأردن، وعمرو بن العاص كان في فلسطين. دول القواد الأربعة الكبار اللي كانوا في منطقة الشام، الشام الكبرى اللي كانت عبارة عن سوريا الأردن فلسطين يعني لبنان، هذه كانت الشام الكبرى. بلغ أبو عبيدة بن الجراح استعدادات الروم، جمع القادة عشان يشاورهم ويستطلع الرأي، انتهى الحوار بينهم على انسحاب القوات الإسلامية من المدن اللي فتحها اللي هي قريبة من بلاد الايه الحجاز، بحيث أن تتجمع الجيوش الإسلامية كلها تحت قيادة واحدة، وأن يبعث أبو عبيدة بن الجراح إلى المدينة يطلب من عمر بن الخطاب المدد. قبل ان يتحرك ابو عبيدة ابن الجراح بجيوش المسلمين جاب حبيب ابن مسلمة عامله على الخراج وقال شوف اول مرة في التاريخ واخر مرة ان يعيد جيش فاتح ما اخذه الى الارض التي افتتحها. قال اردد على القوم الذين كنا صالحناهم من اهل هذا البلد ما كنا اخذنا منهم، فانه لا ينبغي لنا اذا لم نمنعهم ان ناخذ منهم شيئا،
وقل لهم نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه، وإنما رددنا عليكم أموالكم، أن كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نمنع بلادكم. سبحان الله. فرجع أبو أرجع أبو عبيدة الأموال اللي أخذها من هؤلاء القوم اللي كان صلاحهم على أن يحميهم من الروم، لما انسحب من هذا المكان سبحان الله من جنوب حمص، رجع أرجع الأموال التي أخذها. هذه أول مرة وآخر مرة تحدث، لأنهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. رحل أبو عبيدة من حمص وذهب إلى دمشق. حبيب بن مسلمة أخذ الجزية وردها على أهل حمص وبلغهم ما قال أبو عبيدة. ما كان منهم إلا أن قالوا ردكم الله إلينا ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم، ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا علينا بل غصبونا وأخذوا ما قدروا عليه من الأموال لولاياتكم وعودكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم. سبحان الله. يعني رغم أنهم كانوا على دينهم، لكن لما المسلم يظهر عدالة الإسلام ورحمة الإسلام وعظمة الإسلام، شيء دعوة إلى الإسلام ما لا نكون فتنة للذين كفروا. يعني أنا لما أجد واحد غير مسلم وأظلمه، هذا الظلم الذي يقع عليه هو يظن أن الإسلام كان سببا في وقوع هذا الظلم عليه، فيكره الإسلام فيكون فتنة عليه. والإنسان لو أن إنسان منا تعدى على حق إنسان غير مسلم، نفس القضية، يقول الله طب ماذا الذي تعدى على هذا المسلم؟ إسلامه يبيح له أن يتعدى عليه، فيكره الإسلام لهذا. ولذلك أن الإسلام أو القرآن نزل لينصر يعني في قضية اليهودي الذي اتهم بسرقة بتاعة قضية ابن الأبيرق، وادعى قومه أن الذي سرقه إنما هذا الرجل اليهودي، والقرآن ينزل ليبرئ اليهودي ضد المسلم، ويقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيمة. أي دين أعظم من هذا الدين؟ أي دين أفقه من هذا الدين؟ يعني كما يقال في كتب الفقه أنه لو وجد لقيط في الطريق أراد أن يأخذه مسلم عبدا، وأراد أن يأخذه غير مسلم ليتبناه ابنا، حكم القاضي المسلم بأن يأخذ هذا اللقيط الغير مسلم، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. بالله عليكم، أي دين يحكم على نفسه إلا إذا كان دين حق، إلا إذا كان دين سماوي، إلا إذا كان دين رباني؟ سبحان الله. فإذا يعني الذي يصنعه أبو عبيدة بهذا المنطق يثبت، شوف حبب أهل حمص في الإسلام، وقال والله أنتم أحب إلينا من الرومان، وهم الرومان لو أخذوا منا هذه الأموال ما كانوا رجعوها، وكانوا أخذوها وغصبوها. وسبحان الله العظيم. فإذن الإسلام ليس كلاما يقال، ليس طقوسا تؤدى، الإسلام عمل، ونحن نريد أن نعمل حتى في قضية الشكر. الشكر ليس كلاما، الشكر عمل، وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن أبو عبيدة ترك حمص مع قوته إلى هو قوته وصلوا إلى دمشق، وبدأوا يعني بدأت الرومان يطوقوا المسلمين ويريدون حصارهم. أبو عبيدة اجتمع بالقواد يتباحث في الأمر، اتفقوا على الخروج من دمشق إلى منطقة الجابية، وهناك ينضم إليهم عمرو بن العاص الرابض هناك في فلسطين، وفي الوقت نفسه ينتظرون مدد الخليفة عمر بن الخطاب عشان تأتي الجيوش تتجمع تحت قيادة واحدة. وصل جيش الروم إلى نهر الأردن ودخلوا على منطقة الجابية. المسلمون خشوا أن يحصل حصار للقوات المقيمة في الأردن وفلسطين والأخرى القادمة من ناحية من ناحية أنطاكيا، فربما تقطع عليهم الإمدادات ويحولوا بينهم منطقة شمال الأردن ومنطقة البلقاء اللي تربطهم بالحجاز وبالعاصمة العاصمة الإسلامية. قررت الجيوش الإسلامية الانسحاب من الجابية كمان إلى منطقة اليرموك. خلاص استقر المكان في اليرموك عشان ما يحصلش تطويق للجيش المسلم. خالد بن الوليد تولى القيادة العامة للجيش بتنازل من بقية من بقية القواد، وعلى رأسهم من؟ أبو عبيدة. سبحان الله يا أخي،
هم ناس ينكرون ذاتهم. لا احنا كلنا كل واحد عايز يبقى امير. يعني انا امير وانت امير وده امير وده انا قائد وانت قائد. طب وبعدين المركب اللي يقودها اثنين من الرؤساء تغرق صح ولا لا؟ والمثل العام يقول له ما دام انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ ما مش معقول، ما ينفعش، لازم واحد يعني يتنازل تكون القيادة. ما قام به غيرك لك لا تقوم به انت لنفسك. يا اخي شايف ان حد يقود مكانك خير وبركة. طيب تسلم القيادة خالد رضي الله عنه. طبعا معروف خالد يعني بقضية العبقرية العسكرية التي كانت عنده. وكان القوات وصلت الى يعني تحت قيادة خالد القيادة العامة كلها الى 46,000 مقاتل، 46,000 مقاتل. ونظم وقسم خالد الجيش الى كراديس. يعني ايه كراديس؟ يعني الى كتائب، كل كتيبة تضم من 600 إلى 1000 مقاتل. الكردوس ينقسم الى اجزاء عشرية، هناك العريف اللي يقود 10 من الرجال، وامر الاعشار اللي يعني مع بعضهم ان يتجمعوا عشان يقودهم ايه عريف. العرفاء دول كانوا 100 رجل. قائد الكردوس دول 10 من الامراء من الاعشار يصل ايه الى 1000. يجمع هؤلاء كلهم ويصيروا تحت القيادة العامة لخالد ابن الوليد. وعند هذا يعني التجمع نتوقف ونترك الجيش خالد لحظات في اليرموك، ومعهم عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعود هنيهة الى هنا لنلتقط انفاسنا، ثم نعود اليه مرة اخرى لنرى ماذا سوف يصنع المسلمون في اليرموك مع الجيش الكبير جيش الروم، كما صنع من قبل في القادسية مع جيش فارس، اكبر قوتين موجودتين على مر التاريخ. نعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي ولا يعني تتركوني منفردا باذن الله بعد الفاصل. اهلا بكم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مرحبا ابويا. هلا حمد، شكلكم في البحر. ايه ذاهب حق الحداق؟ على قارب شراعي. يلا سمعني صوت البحر. الله صلام وينه؟ هي والله يلا وقتي. ها صوت خيطي قربيلك. شكلنا بنتعشى دياي. سمعت؟ بوضوح تراني وياكم. مصرف الشارقة الإسلامي. مصرف الشارقة الإسلامي كانت البداية بين جناحيه ليحمل معه الثقة والخصوصية في إطار من المودة والأمان، لينشئ معكم عالما مشرقا مترابطا تحصدون معه الثمار الجنية وتنطلقوا إلى أفق جديد معا نحو الأفضل. مصرف الشارقة الإسلامي لفوق توقعاتك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ولقد كنا قبل الفاصل في اليرموك، وقسم خالد بن الوليد جيش المسلمين الذي بلغ قوامه 46,000 مقاتل من الصحابة والتابعين رضوان الله على الصالحين في امتنا، وقسمهم الى كراديس كما قلنا، كراديس زي الكتيبة يعني، وجعل على كل كردوس منهم قائد. القائد ده لازم يختار، معروف عنه الشجاعة، معروف عنه الاقدام، معروف عنه العقل، معروف يعني بهذا المنطق. جعل الجيش في قلب وفي ميمنة وفي ميسرة. على رأس الكراديس اللي في القلب كان ابو عبيدة بن الجراح، ومعه المهاجرون والانصار.
على كراديس الميمنة كان عمرو بن العاص يساعده شرحبيل بن حسنة، على كراديس الميسرة كان يزيد ابن أبي سفيان، وبلغت هذه الكراديس 36 كردوس من المشاة، إلى إضافة إلى 10 كراديس من الخيالة، يقف 4 منها خلف القلب يعني بهذا المنطق، واثنين في الطليعة من الأمام، وزعت الأربعة الباقية على جانبي الميمنة والميسرة. كان يعني بهذا الشكل يقابله جيش من الروم تحت قيادة ماهان، فيه كم واحد؟ 200,000 مقاتل. يا الله، يعني 46 إلى 200,000، يعني كل واحد من المسلمين أمامه 4، ضعف يعني 4 أضعاف أو أكثر بقليل، 4 أضعاف الجيش المسلم. ماهان قسم جيشه إلى مقدمة تضم الجموع العرب المتنصرة من لخم وجذام وغسان، وعلى كان رأسها جبل ابن الأيهم، له قصة هذا الرجل. والميمنة كان على رأسها واحد اسمه قورين، والميسرة على رأسها ابن قناطر، وفي القلب الديرجان. خرج ماهان إلى المسلمين في يوم كان يعني كاسمه ذي ضباب، عملهم 20 صف، يعني كان عبارة عن جيش مرعب بهذا المنطق. ولكن الصحابة كانوا يعني فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. واحد من قادة الروم ارسل لواحد من رجل من نصارى العرب، قال ادخل في معسكر هذا القوم فانظر ما هديهم وما حالهم وما اعمالهم وما يصنعون، ثم اتني فاخبرني بما رأيت. يعني هو عايز يطمئن، عايز يشوف ايه طبيعة الناس اللي امامه، يعني هل هم اهل دنيا هجين لفتوحات وغنائم وكده. المهم الرجل النصراني العربي خرج من معسكر الروم حتى دخل معسكر الايه المسلمين، فطبعا لم يستنكروا لانه عربي شكله كده، طبعا السمت العربي باين، سمرة البشرة وواضح، طبعا لسانه عربي وجهه عربي، يعني ما مش ممكن حتى يعني يشك فيه. مكث طول الليل وسط الجيش المسلم، وبقي بقية اليوم، ثم عاد الى قائده الرومي، قال له جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يصلون ويصومون النهار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رهبان بالليل فرسان بالنهار، لو يسرق ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى لرجموه لإيثارهم الحق واتباعهم إياه على الهوى. فيعني بهذا الوصف والكاميرا العجيبة التي التقطها التقطتها عين الرجل العربي النصراني هذا من كلامه، فالقائد الرومي قال ايه؟ لان كان هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت لبطن الارض خير من ظهرها لمن يريد قتالهم. سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء كانوا استشعروا الهزيمة من الاول، ناس رهبان بالليل فرسان بالنهار، يقيمون الحق، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقطعون يد السارق، لا يفرقون بين ملك ومملوك ولا امير ومأمور. سبحان الله. المهم وفي الخامس من رجب في السنة 15 للهجرة، 12 من اغسطس سنة 636 ميلادية، المسلمين اصبحوا في حالة روح يعني حالة نفسية منشرحة، واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى، خرجوا بانتظام القائد العام خالد بن الوليد، امر ابو عبيدة ان يحث الناس على الثبات والصبر. وابو عبيدة هذا له مكانة عجيبة عند المسلمين، يعني هو امين الله وامين رسوله صلى الله عليه وسلم، فخطب وقال يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا فان الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب، فلا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا اليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال، واشرعوا رماحكم واستنزلوا استتروا بالدرق، ويعني كلوا امركم الى الله سبحانه وتعالى. واذا بمعاذ بن جبل رضي الله عنه يعني ينادي يا قراء القرآن ومستحفظ الكتاب
وأنصار الهدى وأولياء الحق، إن رحمة الله والله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يعني يأتي الله المغفرة والرحمة لأحد إلا الصادقين المصدقين بما وعدهم الله عز وجل. أنتم منصورون إن شاء الله، فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واستحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ورحمته، وليس لأحد منكم ملجأ من دونه. الله أكبر. بالله عليك لما تسمع هذا من معاذ وتسمع هذا من أبي عبيدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، متى يعني نرى وتقر أعيننا بأن العرب والمسلمين لا يتنازعوا فيفشلوا؟ العدو واحد، العدو لا يفرق بين يعني مسلم مش عارف سلفي ومسلم صوفي ومسلم، لا لا لا، كلنا معاداة لا إله إلا الله عندهم للجميع، لكل من يقول لا إله إلا الله. فلماذا نتنازع ونفشل؟ لماذا نبحث عن ثغرات عند إخواننا؟ يا أخي والله سددوا وقاربوا، من رأى منكم عيبا فليستره ولينصح أخاه يعني سرا وليس جهرا، والنصيحة على الملأ فضيحة. والإنسان سبحان الله لا يرى عيوب الناس واسعة أبدا، وإنما نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. بدأت المعركة، يعني كل سبحان الله الجيش الرومي أو الجيش الروماني عملوا يعني قسموا أجزاء 30,000 30,000، رفعوا صلبانهم، أقبلوا على الأساقفة والرهبان والبطارقة، ويعني بحيث أن يبدأوا الهجمة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى خالد بن الوليد كان يعني ثابت الجنان رابط الجيش، بدأ سبحان الله يعني كان له جملة معروفة في تاريخه، كان عندما تبدأ المعركة يقول الله أكبر هب رياح النصر، سبحان الله. ف يعني لما رأى البعض يعني هذا الكلام قالوا ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، خالد حصل له انزعاج، قال ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، لا بعدد الرجال. أبي الروم تخوفني، سبحان الله، معقول هذا الكلام؟ يعني الإنسان الثابت مع الله عز وجل يعلم أن الله يرسل له من يقاتل معه. الروم هجموا في اليرموك على ميمنة المسلمين فانكشفت، وفعلوا كذلك بالميسرة، ثبت القلب ولم ينكشف جنده، كان أبو عبيدة واقف يعني كالأسد، يعني سبحان الله، قبل المسلمون بلاء حسن، وقفوا كالجبال الراسية، ضربوا الأمثلة في الشجاعة وفي الثبات، سبحان الله العظيم. وكان إذا اهتز صف عاد والتأ مرة أخرى، وخالد بن الوليد كان منتظر سبحان الله العظيم، وينادي ويقول يا أهل الإسلام لم يبق عند القوم من الجلد والقوة والقتال إلا ما قد رأيتم، الشدة الشدة الشد الشد، ويزحف بالفرسان الذين معه للقتال. وكان فيه كتيبة قوية جدا حول خالد بن الوليد، انقضوا على الروم اللي انهاكم التعب، واخذ الصفوف تتضعضع. ويعني لما بدأ خالد بهذا الهجوم المضاد من القلب بين مشاة الروم وفرسانهم، حصل تقهقر من الخيل، اول ما وجد المسلمين ان خيل الروم تهرب بمن عليهم وتملكهم الهلع، وبدأوا في التقهقر داخل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى امامهم، وبدأت الاسرى يعني المقاتلين الرومان يقعون سبحان الله. وكان فيه هاوية زي حفرة ضخمة جدا وقع فيها الاف من هؤلاء اسمها الواقوصة، لانهم وقصوا فيها سبحان الله، وتقريبا قتل منهم ما يقرب من 50,000 من الرومان وفي هذا الوادي. وبدأوا يبحثوا ويظنوا ان المسلمين عاملين يعني قد صنعوا كمينا،
ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يعني الجيش المسلم لثباته ولتوكله على الله ولصدق نيته، رب العباد سبحانه وتعالى يعني أنهى هذا الشرك بنصر المسلمين، حتى قال قائدهم سلام يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. ويعني احتضن البلاد العظيمة هذه مسيرة الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتهت معركة اليرموك بهذا النصر العظيم. كان دي من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ المسلمين، هناك القادسية مع فارس وهنا اليرموك مع الروم، وبالتالي توطدت أركان الإسلام في جزيرة العرب، وبدأ الزحف بعد ذلك في مناطق أخرى وفتوحات أخرى. أحبتي في الله، الله عز وجل لا ينصر الكسالة، فالولد الذي ينام طوال العام لا يذاكر ويطلب من الشيخ أو من أبيه وأمه أن يدعو له، نقول له إن دعاءك أعرج ويجب أن تقدم الأسباب. والذين يكتفون بالدعاء فقط لأن تعود إلينا الأرض المقدسة والمسجد الأقصى مرة أخرى، هذا دعاء أعرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا صنع؟ أولا أخذ أمر الشورى، وبعدين ردم الآبار والعيون التي حول بدر، وبعدين صف الجيش المسلم، وبعدين قال من له كان له حقوق يعني فليأخذها، يعني إذا إرجاع الحقوق لأهلها. بعد كل هذا وقف ليدعو رب العباد عز وجل. نحن نريد نصرا بدعاء دون عمل ما ينفعش. لا 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 لا، الطالب لابد أن يذاكر، والعامل لابد أن يجتهد، والإنسان الذي يريد أن يحصل على شيء لابد أن يطلق الأسباب. أما أن أبناءنا للأسف بعد ما يعني ينعم الله عليهم بأن ينتهوا من الدراسة الجامعية وتخرجوا، منتظر أن أبوه يزوجه ويجيب له بيت ويدفع له شبكة ويدفع له مهر، وللأسف الشديد يطالب أباه أن يكون بيت هذا الولد اللي لسه ناشئ من جديد كبيت أبيه منذ 40 سنة. طب أبوه عمل هذا البيت بهذه الغرف بعد جهد 30 سنة و40 سنة، أنت تريد بداية وعروسك اللي لسه ما خرجت من البيضة بعد صغيرة السن، يعني سبحان الله في العشرينات عايزين تعملوا بيت، الرجل عمله على مدى 30 سنة من العمل المتواصل والجهد المتواصل، يعني الكلام غير منطقي. ولذلك يعني الصحابة يعني الله عز وجل جعلهم يعني من الذين مكنوا دين الله في الأرض، ليس بكلام لا، وإنما بالعمل. كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يصوم النوافل كثيرا لانه كان ده يعني يعطل عن تدارس القران وتعليم القران، فجعل عبادته في قراءه القران، وهذا هو التخصص. مهم جدا هذا الكلام. لكن بعض من اخواننا واخواتنا اول ما يبدا في الالتزام ما شاء الله عليه، مقراه ودرس علم وتوزيع مش عارف ايه على اليتامى ودوره شرعيه مش عارف ايه وعشر اشياء مره واحده، بعد مده يصيبه الفتور لانه لا يستطيع ان يحصل من الوقت. يا اخي قال ربنا ليبلوكم ايكم احسن عملا، احسن عملا، لم يقل اكثر اعمالا ولا احسن اعمالا ولا اكثر صلاة، لا احسن عمل واحد ولكن يعني نحسنه ونقوم به كما يعني كما ينبغي، الله عز وجل سوف يكرمنا به كرما كبيرا. اما التشتت وتضيع الجهد يعني وتضييع الاوقات دون دراسه ودون درايه، هذا ما لا يجوز ابدا. بالعكس، يعني كيف راينا الذين يقولون دراسات الجدوى واداره الازمات؟ طب اليس سيدنا ابو بكر كان من اكبر اساتذه اداره الازمات في رحله الهجره؟ هو وظف بيته كله لصالح الدعوه. اسماء تاتي بالطعام وشقت نطاقها ذات النطاقين رضي الله عنه، وعبد الرحمن اخوها يسير خلفها بالايه بالغنم كي يدرس معالم اقدامها، وياتي للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار بالاخبار. وبعدين يؤجر عبد الله بن اريقط خبير، وان كان مشركا لكن خبير بايه بمسالك الصحراء،
وبعدين ينتظر في الغار اياما حتى يهدأ الرصد وينتهي الايه البحث عنه. فكل هذا تخطيط. فلما يأتي سراقة خلاص وعمل ما عليه، فلما يأتي سراقة كي يلحق بهما تسوخ يعني قدم سراقة في اقدام فرس سراقة في الرمل، فيقول يا محمد اخرجني ولا اتابعك. المهم يخرج يعود مرة اخرى ومرة ثالثة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذا يعني هو خارج من مكة خائفا من هؤلاء وهم يعني يطلبونه حيا او ميتا، وهو يقول والامل يحدوه يا سراقة كيف بك بسوار كسرى. الله اكبر، انسان عجيب. لو انك ما كان سراقة تتعجب تقول سبحان الله هو مطارد من قومه ويكلمنا عن سوار كسرى، اي سوار كسرى هذا؟ فلما فتحت المدائن وارسل سعد بن ابي وقاص سوار كسرى الى عمر، وقف عمر على المنبر وقال اين سراقة بن مالك؟ كان اسلم ربنا هداه للاسلام. قال نعم يا امير المؤمنين. قال بما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، يوم الهجرة بما عدك؟ قال وعدني بسوار كسرى. قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله اعطى سوار كسرى لسراقة بما وعده النبي كي ينفذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الرسول خطط ونظم، وتأتي من قبل ومن بعد رعاية الله وعناية الله في ايه؟ في ان تنزل اقدام سراقة واقدام فرس في الارض، ان يقف ابو جهل على الباب وهو من معه وعلى باب الغار، ويقول ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. يعني بمعنى ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لابي بكر فقط؟ لا، لنا جميعا. انت يا صاحب الهم لا تحزن ان الله معك، وانت يا صاحب المرض لا تحزن ان الله معك، وانت يا من نزل عليك الابتلاء شديدا لا تحزن ان الله معك. كن عن همومك معرضة وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. يا سبحان الله، يعني ما عودنا ربنا الا جميلا، وما عودنا الا خيرا، وما عودنا الا فضلا، ولننتظر رحمة الله وفضله وكرمه وعافيته، لان الله رحمته قريب من المحسنين وقريب من المتقين. ولكن يجب ان نحسن الى ديننا، نحسن الى انفسنا، نحسن الى يعني ان نظهر عظمة هذا الدين، عندئذ سوف يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الانسان المسلم وهو يدرس السيرة ويدرس عن الطفيل بن عمرو، ويدرس عن سعد بن ابي وقاص، ويدرس عن سلمان الفارسي، ويدرس عن البراء بن مالك، ويدرس عن هؤلاء العظماء، يعني ياخذ من سيرتهم ثقتهم بالله، يقينهم بالله، توكلهم على الله، العمل لاجل الاسلام، انكار الذات، عدم ان يعيب يعني واحد منهم على الاخر، او ان ينقص احدهم الاخر، او ان يقلل احدهم من شان الاخر. يعني هذا يعني النموذجان الكبيران. لما بلغ الصحابة ان الانصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ابو بكر وعمر وهما في الطريق، يقول ابو بكر مد يدك يا عمر كي ابايعك. قال يا ابا بكر ما رأيت لك فهة اي خطأ او سقطة الا هذه مذ اسلمت، كيف مد انت يدك ابايعك؟ قال يا عمر انت اقوى مني. فيقول عمر لابي بكر ولكنك افضل مني. فيرد ابو بكر ويقول ولكن فضلي بقوتك. هذه النماذج المتكاملة ليست المتنافرة. نحن في بيوت واحدة ومتنافرين، الزوج يقول كلام، الزوج يدخل كلام، الزوج يقول للولد افعل كذا، والزوج تقول له لا تفعل كذا، الام تقول للولد قم افعل كذا، والاب لا حول ولا قوة الا بالله. هذا عدم التنازع، التكامل، التوافق، التغافل والتغافر اساس البيوت الصالحة، حتى نحصل على ان نكون يعني وفق اعلام الهدى الذين ندرس حياتهم. يعني ايه التغافل؟ يعني ايه التغافر؟ التغافل عن بعض الهنات والعيوب. يعني انت تعلم ان في الطرف الاخر عيوب، سواء زوج او زوج، تغافل اعمل انك مش واخد بالك،
ثم تغافر، مش تتغافل وبعدين تحطها في الذاكرة وتخرجها ساعة الحاجة، لا، تتغافل يعني تمحوها، تمحوها. قال رجل الحسن البصري: تعال لنتعاتب. قال: قل تعال لنتغافر. يعني نجلس كده واحنا ايه، صافي القلوب. مش كل ما نجلس في مجلس مرة بعد مرور 40 سنة من الزواج نعيد الشريط من اوله، وسنة كذا لما حصل كذا، وسنة كذا لما حصل كذا. يا جماعة الخير، نحن نريد ان يكون الرفق والتؤدة وحب الاسلام ونصر الاسلام موجود في بيوتنا. نحن لا نريد ان نترك البيوت خواء من الخير. الاولاد كل والد في ناحية، وكل بنت في ناحية، والاب في ناحية، والام في ناحية، وكأننا نعيش في جزر منعزلة. نحن في سفينة واحدة، المجتمع كله، حكاما ومحكومين، كل عالمنا الاسلام مركب واحدة، مركب واحدة. ان تركنا المفسدين سوف تغرق السفينة، ان اخذنا على ايديهم واجتمع اهل الخير واصحاب يعني اصحاب القبلة المصلين المتقين الذين يفقهون الاسلام اجتمعوا على قلب رجل واحد، خير وبركة. اذا اختلف اصحاب المحراب احتله اصحاب الحان، امر طبيعي. اذا اختلف اصحاب الحق فماذا نقول؟ فانا اريد ان اقول ان يجب ان نتواد ونتقارب. وبعدين الذي نراه على الساحة الان، وضعت الصورة، نحن لا يفرق اعداء الاسلام ما بين مسلم ومسلم، ولا بين فريق وفريق، ولا بين جماعة وجماعة، لا، كلنا في نظرهم يعني ضد. فلازم ان نكون، لابد ان نتكامل فيما بيننا وبين بعضنا البعض. كل جماعة من الجماعات كما اقول واكرر ولا امل من التكرار، صفحة في كتاب الاسلام الكبير. هذه الصفحة ليست هي الكتاب، هذه الجماعة ليست هي الاسلام، لكن جزء منه، جزء معبر عنه، وهذه الجماعة تكملها وتتكامل مع الجماعة الثالثة، هي وسائل دعوة. يراها البعض سلوكا، الاخرين يروها عودة الى النصوص، جميل. الاخر يراها رقة قلب، حلو. المهم ان لا يكون لا فيها بدع ولا فيها تأليف من عندنا، لان الزيادة في الدين كالنقص فيه. من جاء في ديننا هذا بامر من عنده فهو عليه رد. ولا تدعي انت انك المتحدث الرسمي باسم الملة، لا، المتحدث الرسمي باسم الملة هو خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا بعد ذلك اخذ بقدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، يعني على قدر، على قدر. يعني ابو حنيفة لما انتهى من وضع كتابه في الفقه، شوف التواضع، قال يا ابا حنيفة: هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. هذا كلام يقول: رأينا خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيرنا صواب يحتمل الخطأ، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. انظر الى هذه العظمة. يعني احنا لنا رأي والاخر له رأي، والله يعني اللي يرى غيرنا فله ما رأى، لا نوبخه، لا نقلله، لا نقلل من شأنه، لا نحتقره، لا نشهر به. هكذا رأينا الصحابة، كيف ان ابا عبيدة يتنحى للقيادة لخالد، يترك القيادة لخالد عشان خالد ايه يقود المسيرة الجيش، وانتصر المسلمون بهذا بانكار الذات وبالتواضع. اما ان كل واحد فينا عينه على الكرسي الذي يجلس عليه اخيه، كيف يبارك رب العباد عز وجل؟ هل معقول ان تسير بنا هذه الالفاظ السيئة: تغدى باخيك قبل ان يتعشى بك؟ معقول هذا الكلام؟ يعني اخاك اخاك ان من لا اخ له، كساع الى الهيجة بغير سلاحي، او كطائر بغير جناحي. لما قيل للرجل: لقد ماتت زوجتك، قال: جدد فراشي. قالوا: لقد مات ولدك، قال: لقد عظم ثوابي. قالوا: لقد مات اخوك، قال: لقد قصم ظهري. الاخوة، الاخوة لا تعويض لها، والاخوة في الله، اخوة الدين اقوى من اخوة النسب. احبتي في الله، عشنا مع الذي جعل الله له نورا من عنده، الطفيل ابن عمرو الدوسي، كما عشنا مع اعلام سابقين، وسوف نعيش مع اعلام ان شاء الله باذن الله ان كنا من اهل الدنيا في الحلقات القادمة. احبتي في الله، ما احلى الحياة قريبا من سيرة صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العظماء الذين كانوا ملائكة بشرية يمشون على الارض مطمئنين بوعد الله سبحانه. اللهم احشرنا معهم
في زمرة الصالحين يا رب العالمين. بورك لي ولكم في القرآن العظيم. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. ولا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.